اهلا وسهلا متابعي اوراق مختلف، فادي فروم ميشيغان، واليوم حلقه جديده ويانا الاستاذ حبيب الريس. اهلا وسهلا بك استاذ، شلون صحتك؟ شلون احوالك؟ الله يخليك. شكرا لك لان جيت هنا ولبيت الدعوه مالتنا. أنا ممنون. ممنون منك. طبعا الاستاذ حبيب هو مصور سينمائي ومشغل عارضات سينمائيه، واشتغل بالتسجيل الصوتي لفترات كلش طويلة، بفترات السبعينات، الستينات والسبعينات والثمانينات. واغترب هنا في الولايات المتحدة بميشيغان، وهمين استمريت استاذ في عمل التصوير هنا ايضا في ميشيغان. اليوم راح نحكي شوية عن رحلتك هاي الطويلة في عالم التصوير ويا الكاميرا وكل الاشياء اللي صار. طبعا كان عندك ايضا هواية من الاحداث وهواية من المواقف ويا الرؤساء ويا رؤساء الجمهوريات بالعراق، كلها راح نحكي عليها اليوم. المواقف مال ويا الرؤساء كانت مو اسمها، كنت انا اشتغل بالتلفزيون اي، وكان هم بالتلفزيون يدزوني يعني اي، كنت اروح بيتهم اي، بيت الرئيس كان بيت احمد حسن البكر الله يرحمه، اي بيت صدام من كان نايب. يعني اسمك حبيب الرئيس، فايش قد كان هذا الاسم يعني شلون جاي بالمعنى ماله؟ حبيب الرئيس جد حبيب الرؤساء. اي بس ما حد يتذكر اسم الرئيس. ممنوع كان القاب. اي كان حبيب القاب ممنوع كانت. اي كان حبيب شنو؟ حبيب صادق. حبيب صادق. حبيب يعني صادق. كان عندي برنامج اي بإذاعة صوت الجماهير سنه 73، كان اسمه فيلم الاسبوع. صحيح. اي كان ويا المقدم كان ماهر ناظم. كان مقدم ماله ماهر ناظم بطرس. ماهر ناظم بطرس. اي إيه. انا كنت اعدل البرنامج. اي وهو يقدمه. شلون كنت تعدل البرنامج؟ البرنامج كنت اروح للسينمات اخذ جهاز. اي نسمي جهاز ناقره مال تسجيل. اي اروح اسجل الفيلم بالسينما. اي شوف يا سينما اللي يشتغل فيلم عربي اسجله واجي نسوي له مونتاج، اكتب عليه طبعا ملخص ايش راح احكي على الفيلم، وانقطع اسوي مونتاج على الفيلم عند المسجل، مسجل اذاعي، وبعدين يقدمه ماهر ناظم بطرس. هاي باي سنه كانت؟ كانت بسنة ال 73 تقريبا للسنة ال 75. تقدمون البرنامج صوت طبعا بالاذاعة فقط. البرنامج الصوتي هو يعلق ماهر. إيه. هو يعلق على الافلام وانت تكتب له التعليق. انا اكتبه وهو يقدمه. شو يكون التعليق دائما؟ مثلا ابسط مثال عرضنا يعني مقتطفات نبدي بها ابدي بها مثلا فد مقتطفات خفيفة مثلا عرضت فيلم مرة شيء من الخوف. أي. كان مال شادية ومحمود مرسي. إيه يعني أكتب له إيش راح يصير وسوى محمود مرسي وإيش راح يسوي محمود مرسي وبعدين يبقى حوار أطلع الحوار مالهم يقومون يحكون هم الممثلين بالأصل. إيه يعني أنا أحكي فكم كلمة مقتطفات ثم يبدون بالحجم. أنت شلون بدأت عندك شغفك بالكاميرا؟ أنا بال 68 67 كان يعجبني، يعني عندي ولد صديق كان يشغل سينما ويا خاله سينما شارزات. هاي بيا سنه كان ويانا بالمدرسه. اي هذا احكي لك بال 58 اي 59 60 يعني بالمتوسطه كنا. اي يروح ويا خاله يشغل، انا كنت اروح ويا ويانا بالصف بالمدرسه نروح انا واصدقاء. اي تعلمت انا منه صار لي وهز بيها هاي حتى العملية. يعرفون المشاهدين انه انتم تشغلون الافلام السينمائيه. إيه. إيه. هاي ال 35 مليم كان تنعرض بالكربون. الضوء ماله كربون بعدين هسه تصور بعدين صارت احدث. سو كنت تروح وياه؟ اروح وياه اتعلم صار لي وهز بيها. ب 63 سويت ماكينه تصور ماكينه مال سينما، راح اخوي الكامل دبها وداها برنامج علم للجميع. أي. للجميع قدم لها ربح 10 دنانير بذاك الوقت جائزة الثانية. هاي بيا سنة؟ ب 63 كان. 63 اي. هذا الفيلم كان نخلي فيلم بيها. العفو ماطور مالها ماطور مال بنكه. اي. شديت له ويشغله ويطلع بالحائط ويشوفه الناس تتحرك وماشي. اي. طبعا صوت ما كان يكون.
إيه بعدين بال 68 اشتريت هاي الكاميرا، صار عندي واس للتصوير. شنو هي هاي الكاميرا؟ هاي كاميرا سينمائية 8 مليم. اي هاي اقدم واحدة يعني هي كانت هاي 8 مليم. كنت اصور بها فيلم، اجيب افلام من لندن اصور الفيلم، عرف شلون؟ اي اصور الفيلم يخلص تخلص صفحة واحدة اروح بالظلمة اقلب صفحة لخ مع الفيلم اصور الوجه الثاني. زين بعدين يروح لندن يحمضوه ويدزوا لي بعد الشهر محمض ومكسوس ولحمي يقصوه بالنص، لان حتى يفتهمون الناس انه هو الفيلم هالشكل انت تصور على هذا الجهه وعلى هذا الجهه. فيلم 5-8 مليم هو يقصوه الفيلم. اي فيلم هذا. اي اصور هالصفحه واحده منهن اروح بالظلمه تخلص 25 فوتوه. اي تخلص الصفحة الأولى 25 فوت أقلبها بالليل بالظلمة، الصفحة الثانية 25 فوت اللاخ أصوره. من أصوره من يروح لندن هناك يقصوه يحمضوه، بعد ما يحمضوه يقصوه ويلحموه يلحموه مالت الأخ. إيه؟ يجي لي 50 فوت الفيلم بالبكرة. عرف شلون؟ هاي كانت، وهاي أنت تسويها هواية كانت. هاي كانت هواية بالبداية هواية. بس إيه؟ بس عندي أفلام، عندي أفلام هسه مال هاي الكاميرا. أني وأبويا وأخويا قاعدين مو قاعد، قاعدين بالبيت الحركة وش اسمه وكله، بس مخلي له موسيقى. يعني بدون موسيقى مع عبد الحليم حافظ. يعني هاي الكاميرا تصور بدون صوت. بدون صوت. بدون صوت. بعدين ورا من وين اشتغلت بالبداية؟ ورا من صديقة. اشتغلت شركة مال أفلام. أي. بعدين اشتغلت شركة مال أفلام. من ورا شركة مال أفلام. لبس بعدين لبس 66 66 تقريبا نهايتها لبس عسكريه. عسكريه بعد ما اقدر اروح للشركه شغلت، قمت اشغل سينما الخيام. اي دورين بالليل، من خلصت الدور سينما الخيام خلصت العسكريه بالسبعين تعينت بالتلفزيون. تعينت بالتلفزيون، بطلت من سينما الخيام. بالتلفزيون لو بالاذاعه تعينت؟ لا إذاعة، هي إذاعة وتلفزيون، بس أنا بالتلفزيون. بالتلفزيون تعيين. تلفزيون بغداد. شو كان شغلكم بهذيك الفترة؟ كان شغلك أنت بهذيك الفترة؟ أنا كنت بقسم السينما. شو كان شغلك بالتحديد؟ قلت لي على الصوت كان. بيسأل بالصوت. إيه من رحت التلفزيون المسرح صرت بالصوت، اشتغل بالصوت. إيه. وشنو أبرز الأفلام، أبرز الأشياء اللي سويتها بالصوت يعني، خاصة أفلام كبيرة أنت سويتها؟ اشتغلنا مطاوبة هي. اشتغلنا يوم آخر. أيه. اشتغلنا بيوت في ذلك الزقاق. واشتغلنا النهر. والرأس. أيه. مال فيصل ياسري. أي كان عندك فتح حادثة صار بينك وبين سامي قفطان وفيصل ياسري، لو تحكي لنا عليها همين. حادثة هاي لما اشتغلنا بفتح يا سمسم. أيه. سنة 77. أيه. بدينا نشتغل افتح يا سمسم. طبعا فيصل ياسر هو المدير. مخرج. مدير ومخرج كله هو كان. ايه جايبين اجهزه، جابوا لنا من لندن اجهزه شغله الدوبلاج حتى يدبلجون هالمسلسلات الانجليزيه. تحكي تقوم تحكي بالعربي الى عربي. شو اسمه فيصل سامي قفطان قام يشتغل على الترجمة. هو يكتب الترجمة على الفيلم، والفيلم ينعرض وين؟ من فوق بالجهاز. ويطلع على الشاشة الكلمة اللي توصل على الخط، أكو خط كلمة اللي توصل عليه لازم يقرأ الممثل، إذا ما قرأ فات يرجعون لازم يعيدون من البداية. يعني يفوت لانه ما يقدر ما يصير. إيه. إيه. رحت على سامي في يوم من الايام. إيه. بعت عليه، ما طولت حوالي 20 يوم. اشوف هذا. إيه. قاعد قلت له شو قاعد؟ قال لي والله عطل الجهاز. شو عطل؟ سويته؟ قال قلت له الفيصل، وعلى اساس خابر لندن حتى يسالهم شنو القضيه.
وشنطه منطوكم نتيجه؟ قال لا. قلت له زين اقدر اشوف اني جهاز؟ قال لي اي شوفه. دخلت جوه الجهاز كان اكو ريليات. جهاز شنو حجمه؟ جهاز حجمه يعني تقريبا قد هذا المنضده بس شنو في شاشه وبيكون شوفه. دخلت جوه الجهاز اكو ثلاث ريليات اخذتها الوحده طلعتها دقيتها شويه شديت رجعتها قلت له شغل شغل ما اشتغل. اخذت ثانيه دقيتها رجعتها قلت له شغل شغل اشتغل الجهاز. اشتغل الجهاز قام يشتغل سامي. جيت فيصل ياسري انا رحت للقسم قال لها شنو؟ قال له اشتغل. قال له شلون اشتغل؟ قال له اجى فلان سوى. قال له وينه؟ قال له ما ادري راح للقسم هناك. والله اجى فيصل الله يرحمه قال لي هاي 100 دينار لك عافا. 100 دينار مو قليل ذاك الوقت إيه بالسبعينات إيه. بعدين خابروه بعد ثلاث ايام من لندن قالوا له يابا اكو ثلاث ريليات ريليات هي هاي سوتشو واحده منهم شكله يعني كان التقني العراقي يعني متفوق بذاك الوقت. اكو جهاز انا من جهه ال 75 سنين المزرعة انا يعني جديد يعني ما اعرف شكو ماكو اذا باعوا فد وحده اسمها خلود خلود اسمها كان اشواي واقفه يم الجهاز ولازم ايديها اكو قايش مثل ما المسجل هيك بس شوي لا مو رفيع كلش اضخم اشواي واقفه قلت لها شنو؟ قالت مو هذا الفيلم القايش من يوصل على 600 قدم 700 يمكن 800 يفلت. اقول له يفلت ايش راح تسوون؟ تقول له هذا ناخذ الفيلم كله نذبه بالزبل. يسقط الفيلم كله، فيلم ألف قدم مال صوت بس هذا يسموه للصوت فقط هذا الفيلم 35 مليم. إيه والله أنا ما تحملت. غيري ما يسويها تدري ما اكو ناس كلها ما تتدخل بهالشغلات. قلت له كان رئيس قسمهم رزاق العزاي الله يرحمه. قلت له ابو نسيت اسم ابنه. قلت له هذا خذ لي موافقه من المدير العام. كم مخزن عندكم؟ قال اثنين. قلت له خذها انا غير التصميم مال المخزن. قال لي شلون راح؟ قلت له غير انت ايش عليك؟ راح جاب موافقه من عبد الامير معله هو كان مدير عام. رحت عند التورنتشي طبعا سويت الشغلات كلها غيرت التصميم مال الجهاز. يابا خابروهم ذولا الايطاليا قول يابا هذا غلط هذا غلط صدق غلط انا سويت هاي قاموا يشغلوه يتركوه يروحون الشغله تعوفه وتروح. اي خلي يخلص الفصل. كان دا اقول انه انت ايضا كنت تشتغل ببيت اشتغلت ويا بيت احمد حسن البكر واشتغلت ويا صدام حسين. اي 16 ملم كانت كلها هاي ماكينه صغيره كانت. اي وكنت تشغلهم افلام. اي شنو الافلام كانوا يحبوها بالله يعني او كان احمد حسن البكر يتفرج؟ لا منو كان يتفرج؟ عبد السلام ابنه. وشنو كان الاشياء اللي يحبون يتفرجوها يعني اكثر شيء؟ ما افلام كابوي مسلسلات كابوي هاي. انت كنت تودي لهم كيفك لو هم كانوا يطلبون؟ هاي عندنا موجوده بالاذاعه. كنت تودوهم توديها لهم؟ موجوده بالاذاعه. وكذلك من كان نائب صدام حسين امن هي كنت انت هناك تشغل لهم افلام. بس كنت اختارهم ملون افلام ملونه كانت. كان يحبون يتفرجون افلام اكثر شيء لو هم على ذوقك انت تتفرجهم؟ هاي الموجوده قلت لك بس ملونه يعني حلوه كانت يعني افلام يعني دوليه. وما كان يصير حوادث او فد اشياء للذكرى يعني مثلا خلينا نقول حوادث غريبه كان تصير ما كنت تخاف من تروح هناك؟ مره جايبين لنا فيلم عائليا مالهم صوروا لي مئة تلفزيون 16 مليم. الفيلم اسود ابيض وما بيه صوت. زين خلص الفيلم شوفت لهم اياه وخلص قلت له استاذ انا اصور احسن من هذا. قال لي شلون تصور احسن من هذا؟ قلت له استاذ عندي كاميرا ملونه شو اسمه كاميرا واصور ملون بيها وما شنو. قال وبيها صوت. قال شلون تصوره؟ لا من وين تجيب افلام؟ لا العفو اول مره قال لي من وين تجيب من وين عندك كاميرا؟ قلت له جايبها من لندن. وقال لي افلام؟ قلت له هم من لندن اجيبها. وقال لي وين تحمضها؟ قلت له دزها لندن هي من تشتري الفيلم فلوس تحميض واصل. عرف شلون؟ بس الظرف تخليه وتكتب عنوانك ويروح ويروح هم يعني انت ويا فلوس الفيلم ماخذين فلوس تحميض. قال لي اقدر اشوف فيلم منها؟ قلت له بس هي افلام عائليه. قال لي عندك مانع؟ قلت له لا سامع.
قال باكر تقدر تجيبنا؟ قلت له باكر. قال الصباح. قال له باكر روح للدائره السياره يعيد السياره حتى يروح يجيب اغراضه ويجي. والله رحت جبتها وش اسمه انتظرت 9:30 يلا يا جوا. ايه مو قعده وشافوا الفيلم. الفيلم ده يشتغل طبعا اكو عندي بناتي وما شنو ولدي وحديقه وش اسمه وابويا وامي وشلون كنت تعرضوا الفيلم على شنو على الشاشه؟ ايه هو كله ده يشوفه كلش عصافير وما عصافير صوت وما شنو بديع 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 ويا نفسه ده يقول. ايه يقول ورا ما خلاص قال له الصباح خذ اسمع هاي الجهاز والكاميرا وافلام خلي يدزونها باكر بسفاره العراقيه بلندن خابرهم. والله خابرهم ما طولت اسبوع جتي الافلام الما خابروني قالوا الافلام جتي والجهاز طلعت كل الافلام ما شنو خلي طلعت شلون منو صور دا علم بيها؟ دا علم ساجده ساجده علمتها ساجده قلت لها هاي تخلي الفيلم هيك وما شنو بالكاسيت وتخلي باتريات بالكاميرا اربع باتريات ما اتذكر اربعه لو سته كانت علمتهم عليها. اي بعدين ظليت تشتغل بدائره السينما والمسرح بقيت بها الى اي سنه؟ الى 85 الى 85 زين انت بال 77 بديت كان عندك شو اسمه مالك الاستوديو مالك وبديت تصور استوديو ب 85 بس بال 77 بديت تصور افراح افراح هيك انت تتصور من 77 من 77 شلون كنت تصور باي كاميرا؟ كان عندي كاميرا قلت لك هاي سينمائيه اي كنت اصور بها افلام سينمائيه بعدين بال 80 طلع هذا الفيديو قبل ما يطلع الفيديو خلينا بالهاي شلون كنت تصور كاميرا سينمائيه كانت واكو ناس كانت مثل هاي بس مثل هاي. بس صوره وصوت اي اي وكان يجون يعني مو كل الناس قليل كلش كان بذاك الوقت ايش قد كنتوا تاخذون على الفيلم من صور؟ 120 دولار كنا ناخذ دولار او دينار؟ لا دينار على ثمان افلام على ثمان افلام ثمان افلام كل فيلم ايش قد مده؟ كان الفيلم اربع دقائق اربع دقائق مده الفيلم ثمان افلام 32 دقيقه شو صوروا ثمان افلام بالكنيسه فيلمين بالكنيسه صوروا ثمان دقائق والبقيه دخول العرسان وقصه الكيك وسلو دانس ما سلو دانس وشويه الناس وها هي وكانوا شلون يشوفوا الفيلم هم؟ ادز لندن اي يروح لندن بعد الشهر يجي الافلام تجي محمضه اربط له اياها اربط له اياها بكره كبيره واروح اوديهم اياها العارضه لهم للبيت أيه. اشوف لهم اياها الفيلم وانطيهم اياها الفيلم واخذ الجهاز مالي وارجع وهم ما يشوفون الفيلم بس مره واحده عجب اذا دبروا لهم عارضه ما دبروهم اي ما ادري يعني. اي واخر فيلم تتذكر صورته بهاي الطريقه صار وياك حادثه هم مو قلت اخر صورت اربع افلام اي بالنسبه للسينمائيه صورت اربع افلام بدت الحرب دزيتها حرب مراحل مراحل اصلا واحد عليهم حجزوها بعدين انتقلتوا الى التصوير بيا كاميرا تصوير فيديو كاميرا في اتش اس اقول جي في سي بورتيبل جهاز اعلقه اعلقه بكتفي كاميرا مالته واير اربط واير بيها كاميرا هيك هالقدوت الكاميرا يعني واصور بيها جي في سي جي في سي وهذاك الوقت بديتوا تصورون اكثر وقت يعني قمنا نصور ذاك الوقت صارت أكثر. حركه صارت اي وقمت تصورون وقت للفيلم هذيك 32 الفيلم أي. الفيلم ساعتين تريد ساعتين لو ثلاث ساعات كنا حدد بالنسبه للفيلم يعني انا خلصت ثلاث ساعات مالتي هذا وخلص ساعتين مالتي هذا وبعد ما بعد ما ترجع يعني ارجع أي. وشنو مثلا تذكر مواقف صارت محرجه او شغلات اثناء مره دا اصور فت فيلم اي كان عندي كاميرا بعد من طلع هذا التيب كاميرا تخليها بالتيب اسمها ام 1 ام 1 ناشونال ام 1 هي خليت الكاميرا دست الكاميرا وصورت صور 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 جد اشوف الفيلم ورا الحفله ما خلصت الحفله ماكو كل تصوير ما بيها ما مسجل اثاري فتحت الفيلم طلع قلب مقلوب الفيلم شلون مقلوب مو وحده لو هو وحده انقلب شلون انقلب ما ادري وراحت عليهم راحت عليهم اوه هاي صعبه كانت كل الصعبه ويمكن مسبونه مسبونه اخر فيلم صورته ببغداد اخر فيلم ب 82 ب 92 قلت لك مال شبيب المالكي وبعدين وراها هاجرت ب 98 هاجرت وهاي الفتره من 92 الى 98 بقيت بالاستوديو بس
بالاستوديو. من كان العادي يصور؟ اولادك كانوا يطلعون يصورون؟ لا لا بطلنا تصوير فيديو. بس صور. لانه انا قمت اتعب بالفيديو، كان مو مثل هنا تنصب اسمه ستاند وشروخ. ماكو على كتف. كان على كتف. وبعدين بدات رحله الاغتراب ب 98. وصلت الى امريكا. رحت اليونان. يونان سنتين باليونان، وجيت هنا بسنتين 2000 بالضبط اجيت، يعني صار 24 سنة بالولايات المتحدة الأمريكية. خلال هاي 24 سنة أيضا رجعت إلى شغلة التصوير؟ لو صورنا حفلات هواية، يعني اشتغلت هنا حفلات تصوير حفلات هنا هنود وما هنود. شنو الفرق كان بين هناك وهنا بالتصوير هنا فقط؟ هنا حفلات منظمة. بعدين كان عندنا شو اسمه ويلات وشروخ وستاند وما شنو. هاي يعني طورت كل شو اسمه، طورت التصوير، طورت الكاميرات، تطورت. يعني انت الحلو استاذ حبيب انه عاصرت كل انواع الكاميرات. يس. سو يعني كل هاي الرحله الطويله يعني هسه تقاعدت تقريبا عن الشغل التصوير؟ لا لا لحد الان عندي شغل لحد الان. انت شو تسوي بالتحديد هسه؟ هم بتطلع تصور لو اولادك؟ انا اصور. لا والابني ما يشتغل هاي الشغله، بس ولد واحد عندي ما يشتغل هاي الشغله. ما يشتغل هاي الشغله. عنده تريك. يعني لحد الان انت تطلع تصور بهذا العمر بهذا شو اسمه؟ بعد 30 سنه عندنا اللخ، يعني ال 30 سنه وين وديه؟ وين وديه ال 30 سنه؟ اي حلو كلش هاي الروحيه مالتك استاذ حبيب، واشكرك يعني جدا ممنون. على هذا اللقاء. انا ممنون. شو تريد وأسعدتنا. شو تريد بعد مرت الأخ نحكي على غير شيء؟ إن شاء الله إن شاء الله. وأنا أشكركم أعزائنا على المتابعة، ونشكركم أيضا، ونتمنى تتابعونا دائما في أوراق مختلفة دي فروم ميشيغان، ونشوفكم من الحلقة الجديدة. ومع السلامة. مع السلامة. شكرا. أهلا وسهلا. شكرا.